السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معكم محمود أبو دنيا. النهاردة بإذن الله هنشوف مع بعضنا ازاي هنعمل تستر عشان نقيس للدات الشاشات ال اي دي اللي هي البانل الشرطان دي الشرطان للدات بتاع الشاشات اللي هي 32، يعني معظم الشاشات اللي فيها للدات. فالتستر ده هنعمله عشان نعرف المشكلة في للدات إضاءة ولا المشكلة في الشاشة، والناس اللي شغالة في الشاشة تبقى فاهمة الموضوع ده. فالتستر ده فكرته بسيطة جدا وهتريحك كتير، وعبارة عن مكوناته لمبة تستر اهو. اللمبة اللي معانا دي، اللمبة دي يعني 5 واط، 10 واط، 15 واط، يعني الأفضل تبقى 10 واط. دي لمبة تلاجة عادية بيجيبها من أي محل بتاع اكسسوارات، بيع قطع غيار بتاع تلاجات وحاجات زي كده. وده أنطرة، دي عبارة عن 4 ديودات بس طبعا مطبوخة كلها في الأنطرة اللي احنا عارفينها دي، بتبقى موجودة في الأجهزة التلفزيونات والشاشات القديمة، أو ممكن تلاقيها بتتباع جديدة. ودي طبعا هنا دي اللمبة، ودي فيشة عادية. دول اللي هنحتاجهم بس معانا، دول علشان يعرف لك الليدات شغالة ولا مش شغالة. لو عايز تقيس فولت الليدات دول بتوصله بالأفوميتر معانا، وهنقول لكم الطريقة ازاي دلوقتي. بس هنشوف الأول طريقة عمل التستر ده. اول حاجه طبعا انت بتجيب انطره عندك كده، تبقى بالشكل ده مثلا، يبقى فيها 4 اطراف، طرف وادي التاني، واحد طبعا بيبقى زائد والتاني ناقص، وده فردتين الدخول. دول الفردتين دول، دي ودي عندك، ده زائد وادي الناقص، ده ناقص. دول هناخدهم على الكهرباء 220 اللي جاي عندنا مباشر، دول هيروحوا على الفيشة بتاعتك، دول هيتوصلوا بالفيشة اللي هما الاتنين اللي معانا، الاتنين دول. وزي ما انت حضرتك شايف هنا هتلاقي زائد، زائد عنده اهو، وادي الفرد الناقص معايا يعني بين لحضراتكم ايه ده، الزائد وده الناقص. وعندك هنا الاتنين اللي في النص دول، دول اللي هيوصلوا بالفيشة دي، هتتوصل في الكهرباء 220 على طول. والزائد والناقص دول هناخدهم معانا، الفرد الزائد اللي هي دي، الزائد دي هتروح فين؟ هتروح على الفردة دي بتاع اللمبة اللي هي دي، وهناخد الخروج بتاعها من على جسم اللمبه اللي هي الفرد الارضي بتاع اللمبه، هناخدها ايه ده، يعتبر الزائد معايا بتاع الليد دي. التوصيل ده على التوالي، لو اللمبه محروقه معاك مش هتشتغل معاك، فلازم نتاكد اللمبه سليمه ايه. يبقى دي توصيلها ازاي عند اللمبه بتاعت ايه. اللمبة بتاعتي معايا ايه فرد، هاخد الفردة دي هتيجي معاه الزائد ده كده، هيفضل معايا فرد الناقص او الارضي، وهاخد الفردة الزائد دي زائد معايا ده بتاع التستر اللي انا هقيس بيه، دي الفردة الزائد دي اللي هتوصل على شريط الليد اللي فيه النقطة. طبعا ده بقى فيه زائد، هنا زائد وهنا ناقص كده. الدخول بتاعي كده تقدر تختبر الدايره بتاعتك. يبقى زي ما قلنا الانطار عندها تبقى بنفس الشكل كده، ده عباره عن كذا ديود مع بعضيهم، تبقى في زائد وفي ناقص عندك اللي احنا ورناه مع حضراتكم. الزائد هيطلع على اللمبه هنا، وهناخد منه الخروج بتاعه ده هيبقى زائد برضو، والفرد الناقص او الارضي تبقى معانا هنا، ده التستر بتاعنا الخروج. والفردتين اللي في النص دول هتوصلوا بالفيش. نشوف مع حضراتكم ازاي هنبدأ نقيس. انا حاليا هوصلهم على الافوميتر اللي انا كنت قاطع السلوك بتاعتهم، نحاول بقى نبسطلهم بأي حاجة كده علشان ما نعملش قفلة معايا. وخد بالك الفردتين بتوع التستر اللي هم انت هتقيس بيهم فيهم كهرباء 220 عشان تبقى حريص يعني وطبعا اكيد هتبقى عارف الكلام ده من توصيل الامطرة دي. احنا دلوقتي حاولنا من الايه
حولنا الكهرباء بتاعتنا لدي سي، بعد ما امتزجت حولت الكهرباء مع الدي سي اللي هي زائد وناقص كده. بسطرنا معانا اهو، ودول فردتين التستر اللي قلناهم اللي احنا اتكلمنا عليهم مع حضراتكم. دول فردتين التستر، دي الفرد الزائد بتاع اللمضه اهي، الفرد الزائد، ودي الفرد الناقص بتاعتنا اللي هي طالعه من هنا اهي معايا اهي. يا ريت يكون الشرح مفهوم علشان الناس المبتدئه بالنسبه لصيانه الشاشات هتبقى، بس اكيد يعني عنده فكره عن الديودات وعن شغلها. هنبدا نوصل التستر بتاعنا كده مع الافوميتر ده في حاله لما هقيس. انا المفروض كده انا هقيس كده، بس طبعا انا مش عارف اقيس بالسلوك دي. المفروض اركب كابلين افوميتر في دول، بس انا حاليا دلوقتي هوصل مع كابلات الافوميتر بحيث هقيس فولت معايا اللمبه برضو، اعرف فولت اللمبه كام اللي طالع اللي هتاخد اللمبه، علشان لما اروح اجيب لمبه يبقى انا عارف اللمبه اللي هجيبها الفولت بتاعها يبقى كام. تظبط الافوميتر عندك هنا على الالف اهو دي سي، وبعد كده طبعا يبقى معاك الفيشه دي، الفيشه بتاعتنا اللي انا موصلها. دول بقى يبقى فيهم 220 بتوع الافوميتر اهو. بشغل الافوميتر معايا كده، حضرتك الكهرباء اللي طالعه عندي 198 فولت. هوصل كده اللمبه تنور معايا اعرف كده اهو. اول ما اوصل كده اللمبه تنور معايا كده التستر بتاعي شغال، وهيقيس معايا فولت اللمبه وهينور معايا اللمبه. اجيب اللمبه كده او شريط الليدات واعرف ان الشريط فيه زائد وناقص، مش هتوصل وخلاص كده اهو. هنعرف معانا الشريط دلوقتي ده كام فولت بمقاس الافوميتر، وده للناس برضو اللي حابه كده. الشريط ده معايا سليم، والشريط ده 30 فولت اهو كده. ده اختبر لي اللمبة وعرفنا الشريط ده كام فولت، ده 30 اهو كده. زي ما نقول حاجتين في حاجة واحدة، عرفنا فولت الشريط وعرفنا الشريط شغال ولا لا. ده اول نقيس الشريط التاني شوف شغال ولا ايه. التاني شوف حضرتك الشريط التاني مش شغال، هو بس اداني الفولت. خلال الفولت ده هتعرف الشاشة دي الشريط ده محروق فيه كام. لا انا اسف، اسف التعبير، الشريط ده مش شغال اهو، عشان كده اداني الفولت كام. وعلى كمان ده شغال، عرفنا الشريط الشغال مش شغال. الشغال هيديك الفولت بتاع الشريط. لو قست بالافوميتر زي ما انا وصلت بنفس الطريقه كده معاك اهو، الفولت هنا وهنا، وهتقيس اهو. عايز تقيس امبير هتنقل بقى عندك هنا مقاس الامبير اهو، مع ده ومع ده. هنقيس تاني الشريط اللي احنا قسناه تاني اهو، ده شغال اهو كده. عرفنا ازاي نعمل تستر هيقيس معايا الفولت وهيقيس معايا الشريط اذا كان شغال ولا مش شغال. ممكن استفدتوا من الفيديو يعني، يا ريت ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك حتى نستمر معكم. واي حد عنده تعليق او استفسار يتركه اسفل الفيديو. كان معكم محمود ابو دنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.